بسم الله الرحمن الرحيم. محمد العمدة بنو سرير. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالسادة الضيوف، السيد المحافظ والسيد الوزير والسيد الوزيرة الضمان الاجتماعي. كما النهاردة يوم عيد لمركز فجوس. مركز فجوس 51 بلد، أكبر مركز من محافظة الشرقية. فالنهاردة يوم عيد بافتتاح المركز الطبي اللي الشغل فيه على مدار سنتين. شكر للدكتور شريف، والشكر للدكتور عمر، والشكر لكل من ساهم في الصرح العظيم اللي هيخدم مركز فجوس، بل يخدم محافظة الشرقية، بل يخدم 27 محافظة. والشكر لكل من ساهم في هذا الصرح، والشكر للضيوف الأعزاء اللي شرفوا يوم عيد افتتاح الصرح العظيم. الكلام كتير، ولكن أنا عايز أقتصر في الكلام. تحية وشكر للسادة الضيوف اللي حضروا الصرح العظيم. أتمنى من الصرح العظيم ده إنه يخدم مركز فجوس 51 بلد نمرة واحد. جدول زمني لكل بلد، كشف وإشاعات وتحاليل كله مجانا. نخلص من مركز فجوس ونفتح في بقية المراكز حتى 27 محافظة. أتمنى من اللي قايمين على هذا الصرح تحاليل وكشف وعلاج وعناية للمريض علشان خطورة الموقف. أنا لا أطول عليكم. محمد العمدة بن سريد، شكرا والسلام عليكم.